أكرم تحاول تجيب الصبي، تبعت طرق شعبية معينة؟ والله حاولنا كثير. شو حاولت؟ في طرق مثلا يقولوا لنا في شغلة وقت الجماع بدها تنام على اليمين، في شغلة كمان شهرية بدك تعد أيام، في شغلات أكل شرب كله تبعني. شو أكلت وشو شربت؟ خبرنا يا أكرم. شو ما مشي شو أكلت وشو شربت؟ هلا في ناس يقولوا كل سمك كل كذا، ممنوع تاكل لبن. قديش أكلت سمك؟ ذبحت، كنا رح نخلص سمك العاص. وما إجا الصبي؟ ما إجا الصبي. بس الله كان يرزقك كل مرة ببنت. والله رزقني 12 بنت، بس صارت معنا قصة. توفى الشيخ أبو أكرم شيخ هوشين، وعملنا له أمنا بالعزا، والعالم إجت عزتنا. في أشخاص قالوا إن شاء الله بتسلموا، متمنى هالبيت ما يتسكر واللي خلف ما مات. هيدي هالكلمة هاي جرحتني من قلبي، بس ما حكايت، بس سمعتها مرتي بعد الأربعين يوم. اتكلت على الله وقالت لي بدنا نجوزها من خلف ما مات. مرتك قالت لك هيك؟ نعم نعم. لا أنا وافقت، أنا بدي صبي، بس ما استرجع، ما أحكي قلبي عم يحترم من جوا، بدي صبي، بدي أنا ولي العهد، بدي واحد يورث مكانتي، مش إنه يورث البيت، بدي واحد يروح يمشي بالإصلاح، يمشي بال ما أنا جوزي بده صبي، يقوم بدور رجل، دور جوزي بده صبي أكثر ما أنت بدك، وبالآخر ما تخلى عنه. نحن عشية بالهرمي، بدي واحد يصي قهوة مرة، بدي واحد يقوم بالعشيري محلي، كيف بده إياه؟ البنت ما بتقوم بدور الشاب، كل واحد له دور. لو في مساواة بين المرأة والرجل ساعتها ما بتجوز أنا، ساعتها هي بتقوم بدور. ما نحن اللي بدنا نشتغل إنه يصير في مساواة بين المرأة بالرجل، ونحن اللي بدنا نقول يا عم أكرم إنه بدنا البنت قد الشاب وقد 100 شاب بدنا البنت. ما فينا نوصل لها، ما حدا وصل لها. لما زوجتك قالت لك هيك، كان في اسم معين بدك تتجوزها؟ لا ما كان في شيء. كيف إذا هي اقترحت عليك تتجوز، مين نقى العروس؟ نحن قعدنا سوا، أيدنا 20 اسم بورقة. 20 اسم شو؟ بنات من مستواها، من عمرها، من عندنا، من المنطقة. ايه. وقع الخيار على مين؟ قال لك دقيقة شوي. نعم. مين قال لك إنه كانوا هالنساء هالصبايا رح يقبلوا يتجوزوا؟ نحن ما قبلت أول وحدة، كانت أول وحدة خديجة، رح ننقل لغيرها، ما ضل ننقل لنوصل للرقم 20. الآن جوزت تانية، مين جوزت؟ جوزنا أول وحدة هي خديجة، وضعها معي هون بالاستوديو. خديجة رجعت تتجوزها؟ نعم، كانت مرتي تاخذني لعندها توصلني وتسهرني وترجع تجيبني. سهرك على درتها؟ أبد. شو درتها؟ نحن ما عندنا درة. ما عندك درة؟ أبد. سهرك عندها؟ وهلا بشوفوا بعينكم، هلا بس يحضروا. مين هن؟ هن النسوان التنتان، هن جوانحي، منيرة وخديجة. استقبلوا معي منيرة وخديجة. يا منيرة مساء الخير. يا منيرة، منيرة أنت قلتي له تجوز كرمال جيب الصبي. اي والله انا قلت له يتجوز يجيب الصبي. ليه؟ ليه؟ لانه انا عندي 10 بنات، بناتي بحاجه لاخ يعني يحافظ عليهم وينتبه لهم، وانا ما عاد اقدر اجيب اولاد. ايه لهيك قمنا بالمشروع. وكيف نقيتي العروس؟ نقينا، عملنا يعني اسماء معينه سجلنا. اي اسماء؟ اسماء سجلنا، اسامي البنات اللي بعرفهم انا هناك كلهم بالضيعه. وحده افترض عينه عوره بدي غشوا فيها كنت ليه بدي عم نكت هلاني ليه بدك تغشي فيها؟ ما أنا بدي أجيب الوحدة مش أحلى مني يعني، عرفت شو؟ لا من جد. كيف نقيتيهم؟ سجلنا عدة أسماء، والأخت خديجة بعرفها أنا من زمان، قريبة علينا على البيت. حطيت الخيار أنه تكون خديجة، لأنه خديجة ست بتفهم بلا زغرة فيكم، ومحترمة وبنت أوادم يعني، واللي بتعرف. عفوا على السؤال، لكن شو عرفك انه خديجه رح تجيب له الصبي؟ لا مش حجيب الصبي. شو لكن؟ ما نحن انا ما عاد في جيب اولاد. ايه؟ هلا هي بدها تجيب، يمكن تجيب بنت 2 3 4 10. ايه؟ ما بعرف، بس الله بدي امر يبيعت الصبي. بس اليوم اليوم المراه هي بس كرمال تجيب الصبي؟ لا لا، المراه اليوم المراه بكيانها بس صارت وسيله كرمال تجيب الصبي. لا نحن مش نحن متمنين يجي صبي. نحن انا عملت لعلي، عرفت شو؟ انه انا قلت له تجوز، وبهيك بيرجع لرب العالمين. نعم، وتجوزها لخديجه. وتجوزها لخديجه، جابت لها بنتين. لما كنت توصلي لعندها على البيت. ايه والله انا كنت وصله. شوف شو فيها؟ ما فيها. بسأل وصله على البيت لعنده، بس فال قول له علمني على التليفون. ايه عم بحكيك مزبوط والله. شو يا أكرم؟ مين قدك الليلة يا أكرم؟ لا بدها زلم.
يعلم لك وبعدين علمني اجي اخدوم في العلبة. خديجة، خديجة مساء الخير، اسمع من خديجة شو صار. يلا تفضل خديجة، شو اللي خليكي، شو اللي خليكي تقبلي بأكرم؟ يعني شيخ الشباب أكيد واللي بدك إياه وعراسي، ولكن مجوز وعنده أولاد وهو هدفه الأساسي من الزواج إنه يجيب الصبي، شو اللي خليكي تقبلي؟ هلا هو نصيب. إيه. وتاني شيء إنه أنا وحدانية عند أهلي. إذا بتحط شروط أكثر كنت، أهلك وحدانية كمان. إيه. إيه وأمي يعني صارت منيحة بالعمر. أنا وأنعتني فيه، ووقت قلت له إنه أنا ما بدي إنه أم علي يعني كل الضيعة بتعرفها. كانوا كلهم يدعوا له انه الله يبعث له الصبي. وقت شفت ام علي صار كل نهار تجيبه وتاخده، قلت يعني هي موافقه علي. رجع حكي معي قام قلت له خلص ما في عندي اي مانع. اه وصار لي صار وتجوزته. اه وحبلتي اول مره جبت مرة. الصبي اول لا. اول مره اول مره جبت بنت. عروس جديده زعلوا لهم. تاني مرة، تاني مرة ما قبلت إلا أكمل له يهون عدى الزينة. تعشر بنت تحية يا أكرم. أكرم جبت صاروا دزيني الله يخلي لك إياه هون، ما بحب أقول كلمة دزيني كأنه بلاك، صاروا 12 بنت 12 عروس 12 شمعة 12 وردة بالبيت. الله يبارك فيك. وأنت تجوزتها كرمال الصبي، كيف استقبلت البنتين؟ عادي ما خلقك كاملة نعمة زايدة. حبلتي مرة ثالثة أو خلاص؟ لا حبلت. حبلتي مرة ثالثة وشو؟ ما عرفت شو صار. شو خبرني قبل ما تخبريني شو صار. جمدتهم. شو صار يا منيره شو صار؟ حبلت بنت ثانيه. جابت بنتين. حبلت بالثالث شو صار؟ جابت محمود. جابت محمود. ايه وانا جبت بعد منها بثلاث ايام علي. علي ومحمود ثلاث ايام بين بعض ما فهمت. علي هي جابت محمود انا جبت علي. رجعت استقامت. رجعت استقامت بعد ست سنين هي. واجا الصبي. واجا الصبي. قلتي لي بعد ثلاث ايام جبتي انت ايضا الصبي. احسن حبلته بنفس الوقت. انا ما كنت اعرف حالي انه حامل، انا كان عمري 37 سنه يعني انا قلت خلص ختيارت. عرفت شو كان لي اربع اشهر اللي عرفت انه انا حامل بابني. كنت عرفتي قبل انه خديجه حبلي؟ لا خديجه حبلي وياخذها كل يوم على الدكتوره بدنا نطمن عنها شو بدها تجيب ما بدها تجيب. وانا ما بعرف وانت مش انت ما انا ما معي خبر شو فيه. المهم انا رحت عند الدكتور قلت لي رحت لشوف حالي ليش اني انه هلا ايه عم بتقول لي الدكتوره هي من كولومبيا دكتوره منيره انت حامل. قلت لها مش معقول انا ما مش حامل. لا قالت لي ما انا منيره حامل بيبي اربع اشهر والحمد لله على التسع اشهر ولدته طبيعي وبالف خير من الله. والاربع اشهر خبرتك الدكتوره انه صبي او لا؟ لا ما استرجعت اسالها شو معي. بالحبل صار في خيره؟ اه لا بالحبل. والله لا والله العظيم فرق ثلاث ايام. لا والله مفاجاه غير شكل. اكرم نعم بعدك ناوي؟ والله همتهم هلا اذا بيتكلوا على الله ليش لا الحمد لله. صبي او بنت هالمره بطلب انها تقوم بسلامه وبدها تجيبه جيبه كان بنت ولا صبي لانه هيدا حكي. تحيه ايضا له لاكرم. شكرا لك. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعه على القناه. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.